صباح الخير من جديد، معكم هلأ بفقرة الحرف اليدوية. رح نصنع دمى من كلسات الأطفال، تعودنا عليها زمان، هلأ رح نرجع نذكركم فيها. ومع فيسا كيف كثير؟ صباح الخير. صباح النور، شو أخبارك؟ تمام. يعني هاي الأشياء إحنا كنا نعملها وإحنا صغار. مزبوط، كتير حلوين. وأنا الصبح أنا وديالة كنا بنحكي عنهم. ديالة بتقول لي هيهم، ديالة بتحكي لي إنه هدول يعني راحت أكثر من مرة، سافرت على زي بريطانيا وأمريكا وهيك، بتحكي لي كانت تشوفهم وكانت أسعارهم كتير غالية. مزبوط. فإحنا بنقدر نعملهم بطريقة يدوية وبطريقة كتير حلوة. صح. طيب قولي لنا إيش رح نحتاج عشان هذا، بس هم مغسولين هدول أهم إشي، حاسة فيهم، حاسة جواتهم إشي. لا هلا أنا حطيت لهم فاين إشي. مش محطوطين يعني الفاينات برجلين. لا صدقيني جداد جداد جداد. اوكي، اهم شيء اشتروهم جداد هذول. اوكي، هلا احنا كيف بنغير اللون الكلسات والاكسسوارز اللي عليهم الاشياء. هي بتحدد ايش بدنا، مثلا اذا بدنا زي حصان او زيبرا ننقي مخطط، اذا بدنا لبنت يكون بينك، فحسب ما احنا بدنا. فنشوفي هون انا حاطه صوف زي لكنه هيك شعراته للحصان، ومثلا حطيت له هيك نوزين كبار. بنقدر من جوا نحط اسنان كمان. هلا هو الفن كيف نعمل هاي اللي هي بكرتونه. اوكي حلو. فبرضه هون انا مستعمله طبات البينج بونج. اذا بدنا نشوف هدول كمان، هاي كتير حلوه لبنوته كمان، وكتير الاولاد الصغار بتسلوا فيهم. حلو الافكار. في شو كامل بكون لما تطلعي برا للصغار بالبوبيتس. فهدول هيك مجدله انا الشعرات تبعون البوبيت، وحاطت لها هيك نوز. هدول طبات بينج بونج قسمناهم من النص. اوكي، وحطيت العينين هدول اللي بيتحركوا. هلا وحطيت هون لسان. طبعا رح نستعمل اللباد اللي هو قماش اللباد والكلسات وصوف طبات اي شيء بيخطر على بالنا، بوليستر او هدول الطبات اللي بيجوا صوف، يا بنقدر احنا نعملهم. انا هدول عاملتهم، اما هدول جاهزين. اوكي اوكي، فحسب احنا ايش متوفر عندنا كمان. فهلا رح نبلش، رح نجيب كلسه يا قديمه يا جديده. لا جديده. اوكي، ف رح نقص شكل بيضاوي على الكرتونه. هلا هاي الكرتونه العاديه تبعت الازاز اللي بيجي فيها كاسات الازاز او اي شيء ازاز. اوكي، بهذا الحجم البيضاوي. بدنا نقص شكل بيضاوي حسب قد ايه بدنا حجم التم تبع البابيت. هلا احنا رح نغطي هاي الكرتونه. انا استعملت اللباد، نقدر نستعمل اي شيء ثاني مقماش، بس نغطي الكرتونة هاي. بالمكتبة منلاقيه صح؟ بالضبط. ماشي. هاي هاي. أوكي. أوكي. هلأ رح نغطيها بقماش اللباد، بس بدي أرسم الشكل على الفلت. أوكي، وقص تنتين عشان أغطيها من الجنبين. نقدر نعمل كتير أشكال رابت، في كتير حيوانات كمان نقدر نعملها. كمان لون الكلسة بيلعب دور ولا لا؟ طبعاً. يعني هذا شو، ضبطة ولا حية ولا تنين؟ هلأ هذا زي مونستر صغير. تنين هون بين هاي الأشياء المثلثات. أوكي، هلأ رح أحط على الكرتونة من وجهه ومن الظهر كمان الفلت بالسيليكون. كتير حلوين كمان إذا مسافر الروضة يعملوا كمان بالروضة. مسموح الأطفال يشاركوا فيهم؟ طبعاً، بس من دون سيليكون. طبعاً. هلأ بس إحنا لما بدنا نشارك أولادنا بالحرف بس ما نستعمل سيليكون. أي شو بنقدر هون؟ الغير السائل. هون نقدر نستعمله. أوكي أوكي، هيك غطيناها. هلا رح احطها جوا الكلسه. هلا انا حسب ما انت كيف بدك تستعملي الكلسه. هلا انا رح اقصها من تحت. اوكي اوكي، رح نحط ايدينا من تحت.
وبدي استعمل الكعب تبع الكلسة يكون هو اللي عليه الوجه. اوكي، فبدي احط هون الكرتونة اللي انا قصيتها. فهلا بدي ادخل الكرتونة من نطلعها من الجهة الثانية الكرتونة ولا بنفس الجهة؟ لا بنفس الجهة. هاي الجهة بس عشان اعمل التم. اوكي اوكي، وهاي اللي بتيجي على الاجر من فوق رح نعملها هي التم. بنقسم الكرتونه من نص فبصير هو البابيت. هلا بس بدي احط هون ال واللون بده يكون بنفس لون تقريبا ال بالضبط، يعني مثلا اذا محزز يكون من نفس الحزوز، اذا منقط من نفس النقط. اوكي هيك رح يكون احلى. اوكي خليني بس احط من جوا عشان تثبت. حتى في ناس بيخيطوهم خياطة على إيدهم فبزبط، بس هيك أسهل. أسهل وأسرع. أوكي تنشف شوي. هلأ بتطويها صح؟ بس تنشف؟ بس تنشف شوي بدنا نطويها بالنص هيك كتير. أوكي هلا ليش انت لما حسيتي جوا حسيتي في شيء حشوي؟ نقدر نحط يا فاين يا قطن. اوكي اوكي، او بوليستر طبعا. هلا هون بدنا نثبت مزبوط، وبده شوي وقت السيليكون ينشف. خليه شوي ينشف، انا بكون عملت العينين. هلا العينين زي ما قلت لك يا بنجيب هدول الكلاكيل من السوق او بنعملهم، احنا عملناهم بحلقات قبل. هلا هدول التنتين انا عاملتهم. اوكي بس بدنا نحط قصيت فلت دوائر، بس بدنا نحط على الكلاكيل تبعونا او الطبق. ايش يعني الكلاكيل؟ هن مش كلاكيل بس انا بسميهم كلاكيل على فكره. هذا عباره عن صوف. صوف اللي هو يعني بين عملناه مره بحلقه من قبل. بس في منهم جاهز للي بده يشتريهم جاهز، برضه في جاهز. اوكي احجام كثير، بس هدول برضه بنقدر نعملهم بالصوف. ايوه بالضبط. اوكي حلوين خواتمك. شكرا. عم ضاربي علي. شايفين. اوكي هلا هيك انا حطيت زي عنتين بالفلت، قصيت دوائر وحطيت على هدول الطبات اللي من الصوف. اوكي هلا بس بدي احط يا عينين، بنحط العينين اللي بتحركوا او بنحط اي شيء زي ستراسه لون يعني اسود او خرزه. خليني احط انا هدول العينين. اوكي رح احط هدول هيك، رح احطهم على الكعب من جوا. اوكي استعملنا الكعب من هون وهذا هيك. انت جبتيهم من المحل اللي غسلتيهم ولا لا؟ لا. اوكي قد ما بحبشتي بالجربات اليوم. اوكي بس بدي بس خليني من المحل دخلت ايدك فيها. اوكي رح احط فاين بس عند الفتحات اللي جوا بس عشان يعطيه شوي كسم للتم. هلا مدخل قد ما بدنا طبعا احنا. تنتين حطيتي؟ تنتين وواحده جوا، وبنقدر قد ما بدنا نقدر نعمله كله من جوا. اوكي هلا خليني بس احط العنتين. بدنا نستناهم بس شوي ينشفوا. خلينا شوي هيك نمسك. هلا بدنا نقصقص من هون من طبق الفلت اللي عندنا، نقصقص زي
هيك مثلثات عشان يبين انه شكل احنا رح نعمل هذا اوكي طيب تحبي امسك لك اياهم اذا انت دكت ولا خلص انت مقصصتيهم انا بدي اقصص كمان بس بليز امسكي لي اياهم عشان يمسك يمسك اوكي بدي اقصص كمان شكل مثلثات سهل كثير سهل حتى الاولاد بنبسطوا اذا بنرسم لهم احنا ايش الاشكال اللي لازم يقصوها حتى لما بيعملوا هدول الكلاكيل بنبسطوا تلزيق العينين وبنقدر نعرف ايش الشكل اللي هن بدهم اياه يعني ممكن كاركتر بحبوه بالضبط فبنقدر نعمل نفسه والجربات اشكال والوان بدها بالسوق بالضبط ما في اسهل منه هذا انت عندك مشكله اليوم مع الكلسات اوكي خلينا نشوف اذا هدول بكفوا اظن هيك بكفي هلا بدنا نحطهم بالسيليكون هيك اوكي هلا نقدر يا نخيطهم خياطه رح يمسكوا هيك نوقفهم بهاي الطريقه بالسيليكون بمسكوا امسك لك يا انا بدك زي ما بدك اذا بدك اساعدك امسكي لي يا بليز عشان نعرف بالضبط يعني انت ما شاء الله عليكي انت كثير مالتي تاسكر بس يعني بنحب لهالدرجه انت لا دائما يوسفول لي اوكي هلا اذا حسيتي بسخونه شوي ما بنكون حرقناكي دونت وري صحيح انا بحب اساعد بس ما بدي انحرق بس هدول العيون ايش وضعهم؟ هاي العين واقعه؟ اوكي هلا بنظبط هلا بنظبط كل عين بمحلها معلش هو شوي شاكين هو تعبان شوي اليوم كل ما كان عفوي الموضوع وهيك الاولاد اصلا بكيفوا عليه فما رح يكون كثير اكيوريت يعني صح ما تخافي مني لا لا مش مشكله على حسابك المهم يطلع هالبابيت اللي بدنا اياه نورجيكم اياه زي ما قلت لك في الغرة السائل كمان نقدر نشرك اولادنا عشان ما ينحرقوا هلا بنقدر كمان زي ما انا عامله بالبنوته نحط بدل العينتين هدول الطبات البينج بونج نقسمهم بالنص هاي بنوته ايش اسمها هاي هذا كان لها اسم تذكري بيفتح يا سمسم وهدول مش كانوا يطلعوا صح هاي مونستر هاي ابدا مش بنوته بعيده كل البعد عن البنوته يعني. هاي وحش بمعنى الكلمة حتى عيونها مش بنوته يعني حرام عليكي يعني هاي ممكن نقول بنوته مثلا هاي ها هاي تموت عم بحكي عن هاي انت عم تحكي عن هاي فكرتك عم تحكي عن هاي هاي بنوته صحيح انه هاي ها شوفوها هيك ممكن ايوه هاتي امسكها اوكي هيك ظبط عنا من ام سلاك السيليكون مين كان عم بيعلق العينين هلا بنفكحهم هيك شوي اوكي هلا بليز خليكي ماسكتي مايز شايفه العينين شايفه انت العينين شاكين شوي معلش مش مشكله هلا انا جاي سامحونا يا جماعه سامحونا بس ما تعملوا هيك لاولادكم بكتئبوا حتى انا ضد يعني يكونوا البابيت مخيفين كمان طبعا يعني دائما هيك لازم نعمل بلا منه العنف هذا بابيت عنيف رح احط من هدول الكلاكيل هيك على الجناب يا ميس بس لفي هيك شوي بس نحط أكمل واحدة هاي إيدك هون بلاش نحرق لا عادي مش مشكلة عم بحس بسخونة حلوة بس عادي مقبولة يعني بس بعدين على رواق من كل الحبال اوكي ونفس الشيء على الجهة الثانية اوكي بالضبط اوكي
هلا نقدر كمان من جوا هون نحط لسان من لسان برضه من نفس القماشة، من نفس القماشة او قماشة تانية عشان يبين نفس لون تاني. لون تاني بس بنقدر نحط. حلو اليوم البابيت تاعنا، ان شاء الله يكون عجبكم، بس هدول يعني اولاد على وناس اكثر معمولين بطريقة بس هذا دائما بيطلع معنا هيك من السرعة زي اللي عند في. اوكي هذا هو، هذا هو الشكل الأخير. وهي البنوتة اللي قلتي عنها مونستر، ولا مش هاي اللي قلتي عنها؟ هذا المونستر. اوكي يلا ثانك يو. حلو.